ليا، محطتنا التالية بتخص القانون، ويمكن القانون السوري في قوانين متشعبة وللأسف يمكن الناس ما كتير بتعرف فيها. بفقرتنا لليوم رح نسلط الضوء على ما يتعلق بمرض الموت، وهو من المسائل المهمة على الصعيد القانوني في هذا العصر نظرا لكثرة تطبيقاته العملية وامتداداته وتشعباته النظرية. نرمين، وقد أخذت به تشريعات عديدة بصورة متطابقة أو متقاربة أو متباعدة، فما هو مرض الموت؟ شو هي أحكامه؟ لحتى نحكي أكثر وبشكل مفصل أكثر ونعرف شو هو مرض الموت، بصيرنا نرحب بالمحامي مهند المسوتي. صحيح، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور لكم وللساده المشاهدين. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك استاذ مهند. يعني رح بلش معك بسؤال من اول شيء وقت شفتك، مرض الموت. نعم، شو هو مرض الموت؟ هلا بدايه كل انسان بيملك اي شيء فهو حر يتصرف بملكه سواء بالبيع او بالشراء. صراحه مرض الموت كتعريف بالقانون السوري ما اجى له تعريف، ولكن اجى تعريف مرض الموت بالفقه. فمرض الموت هو المرض، يعني عرف الفقه على الشكل الآتي: إن مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه الخشية من الموت، يقعد فيه المريض عن ممارسة حاجاته اليومية خارج المنزل إذا كانت ذكرا وداخل المنزل إذا كانت أنثى، ينتهي هذا المرض بالموت خلال مدة سنة، يعني بما لا يجاوز السنة. هذا تعريف مرض الموت. يعني المريض بيعرف حاله أنه حيموت، تمام، أو معه مرض مزمن، تمام، بيكون هو بحالة وعي. يعني مثلا نحن بنشوف في حالات بيكونوا بالمستشفيات بنسميه موت سريري، تمام، عن هاي الحالة بنقصد ولا لا شيء ثاني؟ لا، نحن ما عم نقصد عن الموت السريري، يعني هلا فقد أهليته نوعا ما. هلا قد يكون مريض الموت هو شخص له أهلية وله إرادة واعي لتصرفاته بشكل كامل، ولكن حس انه دنا أجله او قرب يموت. ف هلا هذا الاحساس باقتراب الاجل او الموت هو اللي اعطاه هذا الدافع ليتصرف هذا التصرف اللي ممكن يكون مضر بحق الورثه او مضر بحق زوجته. نعم، تمام. خلينا نحكي استاذ، يمكن كثير من الواحد قد بحس حاله بده يموت بصير عنده كثير من المشاعر تجاه اشخاص وبيظلم اشخاص اخرين يمكن هن كانوا معه مناح طيله ايام حياته. هون كيف فيه الطب يساعد المحامي او يساعد افراد العائله؟ نعم، بهي المشاعر المتأججة عند المريض. هلا نحن عنا مريض او عنا شخص بعائله فقام عم يقوم بتصرفات على حياه عين ابنائه. هلا الفكره نحن هون الفكره اللي بنميز فيها دائما عنا شيء اسمه اهليه، يوجد الاهليه القانونيه او لا توجد اهليه قانونيه اللي هي الاراده وحسن التفكير والى اخره. هلا المريض مرض الموت انسان بيتمتع باراده كامله، تمام وبيعرف شو عم يتصرف، ولكن هلا الورثه هون ورثته، مين بيبقى قلق من هذا التصرف؟ هن الورثه بشكل عام. الورثه بيبقوا قلقين انه طيب ممكن يبيع او يعمل تصرف يضرنا نحن او يروحنا من 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 حقوقنا اللي ممكن تقول الينا. هلا هون الورثه ما فيهم يطعنوا بتصرفاته نهائيا الا لما بعد وفاته. فعمليا ما عندنا شيء، يعني انا اذا عم تساليني كأمر اجتماعي فهن من واجبهم هذا المؤرث انه يديروا بالهم عليه. ما في شيء، ما بيطلع بايدهم شيء يعني. لا لا، هلا اذا ثبت انه تصرف ضرهم لما بعد له حالات ممكن نحكي عنها هلا. تمام، اكيد استاذ. طيب بالقانون او لا. نحن حكينا بالقانون ما في تعريف واضح لمرض الموت، ولكن كيف نحن بنقدر نميز بين مرض الموت وبين الامراض المزمنه؟ مرض الموت والامراض المزمنه، تمام. هلا مرض الموت هو المرض اللي بينصاب فيه صاحبه خلال مدة معينة، ببلش عندي يشتد المرض يشتد بحيث انه ينتهي بوفاته خلال مدة سنة. طيب لنفترض انه عندنا مرض مزمن مصاب بهذا الشخص بمرض كالسرطان او السل. طيب هلا هذا المرض انصاب فيه وعاش كمل حياته بشكل طبيعي، بتعرفي في عندنا كثير مرضى سرطان بيعيشوا سنتين وثلاثة واربعة وخمسة. لنفترض نحن انه كمل هذا المرض وعاش لما بعد مدة السنة. هلا هذا ما اسمه مرض موت. يعني المرض المزمن هو مرض صاب الشخص
ولكن ما اشتدت حالته بحيث انه طبعا احنا عم نحكي مرض الموت من شروطه انه يكون ضمن سنه واحده فقط. يعني انصاب في شخص ساءت حالته، بلشت تسوء حالته خلال مده سنه، انتهت بسنه هالسنه بوفاته حتما. ولكن مثلا مريض مصاب بسرطان بسل، ف مشي اول سنه ومشي ثاني سنه. المعيار بين المرض المزمن ومرض الموت انه تبلش حاله المريض بهذا المرض شو ما كان يكون تشتد وتسوء حالته بحيث انه تدريجيا ينتهي بموته خلال مده سنه. نعم. هذا هو الفرق. تمام استاذ مهند، خلينا نروح لحالات الطلاق عند مرض الموت. يعني بتصير في حالات طلاق؟ طبعا. يعني معقول تتجرد الزوجه من الانسانيه او الزوج ويطلبوا حاله يطلبوا الطلاق؟ تمام. هلا كمان مو بس الزوج، او بالعكس ممكن، او بالعكس ممكن. لا قلت الزوج او الزوجه، لا مو هيك قصدي، انه مثلا مو بيصيروا بدهم يحرموا هون حقوق معينه، فبيعرفوا بده يموت فبيطلقها او بتطلقها. هلا الاصل اذا توفى الزوج زوجته ترته، حتى الزوجه اذا توفت الزوجه شو زوج بيرتك. هلا الطلاق عندنا حالات نميز فيها، شخص طلق مرته طلق زوجته، فهي الفترة نحن بتعرفي عنا شيء اسمه عدة الطلاق. عدة الطلاق هي 3 قروء، يعني ما يعادل 3 شهور. تمام. طب معناتها ما أنا متطابقة مع مرض الموت؟ لا رح نجي عليها. واحدة واحدة. هلا إذا طلق الزوج زوجته قال أنت طالق، وبهالعدة 3 شهور توفى، هون حتى لو كان مريض مرض الموت أو كان سليم معافى الزوجة بترت. يعني هاي جاي عنا من الفقه الإسلامي اللي حمى المرأة من ممكن من تعسف الرجل طلق تعسفي تجاه زوجته، انه والله بعد هالعمر حس حاله مثلا مريض مرض موت او صابه هيك عارض معين خلاف معين طلق زوجته، انه هيك حرمها من الميراث. لا، اذا كان المرض خلال فتره العده بيورث، ما في عليه خلافها. طيب هلا اذا كان مريض مرض الموت اللي نحن حكينا عنه وطلق زوجته طلاق بائن وقبل الوفاة، يعني طلق زوجته كان مريض الزلمة اشتدت حالته من بداية المرض خلال هالسنة، هي تعرفوا نحن خلال هالسنة عم نقول طلق إن شاء الله بيطلق أول شهر أو ثاني شهر أو ثالث شهر، طبعا بس هو عندنا مرض هون بلش يشتد لانتهى بالموت. طيب انتهت العدة، صار الطلاق هون شو اسمه طلاق بائن، بطل عنا شيء اسمه طلاق رجعي. طلاق بائن طبعا لنميز بين الطلاق الرجعي وطلاق البائن. الطلاق الرجعي بامكانه يراجع زوجته خلال هالفتره امتى مرات، طلاق البائن صار بده عقد جديد، صار بده عقد جديد ومهر جديد. صحيح. الامر الثاني انه يكون هو طلقها مختارا وطائعا، يعني ما حدا جبره. الامر الثالث يعني احنا قلنا انه يطلقها طلاق بائن وانه يكون طلقها مختارا، هي هي الحالتين اللي بيكون اسمه طلاق الموت اللي طلاق مرض الموت اللي بضل الزوجه تورث من جوزها، هو بضل يعني على زمته خلال الاشهر، يعني بتضل بتورته هي، خلص بتضل بتورته لانه تمام. معه حتى كم شهر حتى باقي حتى الحاله يموت. حتى الحاله بالعكس، بدنا نقولها اذا زوجه كانت مريضه مرض الموت وكانت العصمه بايدها، يعني كان امر طلاقها بيدها، هم هي العصمه تمام، وطلقت جوزها، لو كانت يعني لو طلقت جوزها وكانت الطلقه الثالثه اللي ما عاد تجوز له ابدا، فكمان هو بيورث منها. في عندنا حاله بس تميز فيها، اذا طلق الزوج لو كان مريض مرض الموت زوجته برضاها، طلقها برضاها برضا الطرف الثاني. هلا هون ما عاد عندنا شيء اسمه الفرار من يعني هاي اسمه الطلاق الفرار من الزوجة بحيث انه يحرمها من حقوقها بالميراث او الى اخره. يعني هاي الحالة اذا طلقها لو كان مريض مرض الموت، لو كان هو واصل لمرحلة نفسية حس انه دنا اجله فحب يحرم مرته من الميراث، ام قال لها انا يعني انا شو رايك نطلق، قالت له انا موافقه على الطلاق، هون ما بتورث الزوجة كونه تم الموضوع برضاها. طيب بموضوع الطلاق يمكن حكينا كتير، موضوع البيع اللي هو كتير مهم، إذا مصاب بمرض الموت باع شيء من أملاكه لشخص معين تمام. وهذا الشخص اشترى ولكن مو بسعر يعني عليه مثلا الورثة تمام. كيف بدها تصير الإشكالات؟ بحق لهم يرجعوا يفسخوا العقد، يرجعوا له المصاري، يرجعوا الملكية؟ تمام، سؤال كتير جميل. احنا عنا شخص مرضان
إجا شخص تاني قال له بدي اشتري منك أمر معين. في عنا هون أربع حالات بدنا نميز فيها. نفترض أنه هذا المريض باع هذا الشخص شيء بقيمته الحقيقية. شيء باعه بشيء بقيمته الحقيقية، فهذا التصرف يكون تصرف صحيح وما بإمكانه الورثة يحتجوا عليه وما بده إجازة من الورثة. يعني إحنا يحتجوا عليه أو يطعنوا فيه أو الإجازة من الورثة إنه إيه معلش إنه نحن موافقين على هذا البيع، كونه الموضوع تم بثمنه الصحيح وقت المبيع. تمام، ثمنه الصحيح وقت المبيع. طبعا هون بدنا نحكي بشغلة، نحن بس يتوفى عنا الشخص صار عنا شيء اسمه التركة. تمام، التركة إلى قيمة. يعني إحنا عنا توفى شخص اليوم، هاي التركة إلى قيمة، نحن مثلا منقدرها بقيمة مالية معينة. هلأ إذا كان هالشيء اللي باعه بثمنه الحقيقي، عم نقول الأمور تمام وما في عنا أي مشكلة والتصرف صحيح بحق المشتري بحق الورثة. طيب عنا الحالة الثانية، باع شيء بأقل من قيمته، باع شيء بأقل من قيمته ولكن ما جاوز أكثر من ثلث التركة. مفهوم الفكرة؟ باع شيء، يعني مثلا شغلة حقها الحقيقي لنقول فرضا احنا 5 مليون، باع بمليون بس ولكن ما جاوز القيمة الكتلة المالية لثلث التركة. التركة هي قيمة مالية العزم. تمام، لا بغض النظر عن قيمة المبيع. أوكي. عنا تركة احنا إلى قيمة مالية. هلأ إذا هذا المبيع إن شاء الله بيبيعه بأبخس الأسمان ولكن هذا البيع ما روح أكثر من ثلث التركة. تمام، هذا التصرف يعد نافذا وصحيحا بحق الورثة ولا يحتاج إلى إجازة. طيب الحالة الثانية، باع شيء بأقل من قيمته الحقيقية ولكن جاوز فيه ثلث التركة، هون تطبق عليه أحكام الوصية. إذا أجازوا الورثة، يعني إحنا هلأ أنت بعت شغلة هي سعرها الحالة، إذا نحن عم نقيم شغلة سعرها الحالة بيتجاوز ثلث التركة، بيتجاوز الثلث مثلا بيروح للنص، فباع هاي الشغلة بأقل من قيمة الحقيقية. هلأ هذا التجاوز اللي صار عنا عن ثلث التركة، هذا بتنطبق عليه أحكام الوصية. بيجوا هاد الورثة أنه طيب نحن أنت تجاوزت يعني هذا المبيع هو من أصل حجم التركة كلها تجاوز الثلث. هذا الفرق تطبق عليه أحكام الوصية. إذا أجازوا الورثة، يعني إذا الورثة قالوا يلا ما في مشكلة نحن نعتبره مثل وصى لهذا الزلمة الفرق، إذا أجازه الورثة فما في أي مشكلة. أما إذا لم يجزوا الورثة فبيرجعوا على المشتري. الحالة الأخيرة، طيب إذا نحن كمان باع ولكن هذا البيع ثبت، يعني ثبت أنه المشتري ما دفع ثمنه، أجله. تمام، يعني هلأ نحن عنا عادة الورثة هن بدهن يثيروا هذا الأمر، بده يجي المشتري يقول أنا دفعت ثمن، بده يثبت أنه قديش دفعت ثمن. طب نحن ثبت عنا أنه المشتري اشترى شغلة من هذا المريض ولكن ما في ثمن، شو حكمة هي؟ تعتبر من قبيل الهبة بلا ثمن. يعني مثل أنه هبة، ولكن يجب إذا لم تتجاوز، حتى لو كانت بدون ثمن نهائيا، إذا لم تتجاوز ثلث التركة فتصرف صحيح ونافذ، وإذا تجاوزت ثلث التركة ملزم المشتري يرجع القيمة ليوصل للثلث. فرضنا نحن انه كان متجاوز التركة، كان اخذ ثلثين التركة بهالبيع، هذا كان اخذ مثلا، نحن عندنا مثلا نقول بيت وسيارة، هذا البيت بسعره الاجمالي، انا مشان اوضح، هذا البيت بسعره الاجمالي هو بيكون يعني بقيمته بيشكل ثلثين التركة، ثلثين القيمة المالية. راح هذا الشخص بايعه بدون ثمن. هلا هون بده يرجع المشتري يرجع للورثة مصاري بحدود ثلث التركة. تمام. أستاذ مهند، بيقدر يتراجع عن قراراته خلال هاي السنة؟ وممكن يعني الأعمار بإيد الله مثل ما بيقولوا، يمكن ما يموت خلال سنة، يتراجع عن قرار، يصير معه موقف ما. تمام. يحب يسترجع، يحب يزيد لهذا، يحب ينقص لهذا، يحب يغضب على هذا بتفاصيل مرض الموت، بيقدر هو يرجع يعيد تكرار أي شيء؟ تمام، هلأ هذا الموضوع ممكن يصير. هلأ المريض ممكن يكون تصرف تصرف حبي يتراجع. تمام، هلأ حس حاله أنه هو صار مريض ودنا أجله.
طيب وتصرف تصرف فيما بعد، يعني مرقت عنا السنة حس حاله انه هو رح يموت، ومرقت عنا هاي السنة اللي حكينا عنها وما توفى وتابع بحياته وكان متصرف ببيع. بإمكانه يتراجع عن هذا التصرف، يطعن فيه بأمرين، أنه أنا هذا الموضوع كان هو عبارة عن أمر صوري يعني غير حقيقي، تمام، أو أنه أنا قمت فيه لأنه الباعث على هذا العمل كان عندي غلط، يعني الباعث على هذا العمل الغلط هو أنه أنا وقعت بالغلط، أنا كنت فكر حالي لحموت وما متت. أوكي. تمام. أستاذ مهند، شو السبب اليوم اللي القانون عم ينظر أو المشرع عم ينظر لمرض الموت عن غير أمراض؟ ليش دائما ممكن مثلا أنه هذا المرض نحن فيه، لكن في هاي التشعبات، في هاي المبررات إذا بدنا نقول، طبعا. شو السبب؟ السبب بسيط كتير. السبب بيكون لأنه هلأ نحن عنا الورثة أو الميراث هو حق من حقوق الورثة. نحن عنا شخص عايش بده يتوفى، الحقوق هي بدها تقول اللي بيملكها لمين؟ بدها تقول لمؤرثينه. هلا دائما الزواج والطلاق والميراث هي حق من حقوق رب العالمين التي لا يجوز نهائيا انه يعني المساس فيها باي شكل من الاشكال. فبيجي تدخل المشرع مشان يحمي حقوق الورثه، تمام، اللي هي حق من حقوق رب العالمين. يعني احنا دائما عندنا الزواج والطلاق، بتعرفي ان احنا دائما بنقول الزواج والطلاق اثباته بجوز ممكن يكون الاب او ام الزوجه تثبت الزواج والطلاق، يعني بجوز في شهاده الجميع. فهذا الموضوع هو لحمايه حقوق الورثه، وطبعا مستمد من الشريعه الاسلاميه، وهذا امر صحيح لانه هو كل شيء بيخالف القانون والنظام العام يعتبر تصرف غير صحيح نهائيا. تمام. استاذ مهند، يعني اليوم ضوينا على موضوع يمكن ما كثير الناس بتعرفه وما كثير منتشر، طبعا. يمكن طبعا. كثقافه انه هو بين الناس، ضوينا عليه. بدنا نشكرك على المعلومات وعلى التوضيح وعلى كل شيء قدمت لنا اياه. اهلا وسهلا فيك استاذ مهند المسوتي، شكرا كثير لك ولكل المعلومات القيمه اللي قدمت لنا اياها اليوم. شكرا لكم ولاستضافتكم. شكرا كثير.